الشوارع ملت من كثرة الحفر والمطبات، فكيف بالناس؟ مقاول رايح ومقاول جاي بين قوسين، ووضع المشروعات المتعثرة لم يتغير. وإذا استبشرت بنهاية مشروع ما أو في أكثرها، تتفاجأ بعد أشهر بالعيوب تخرج من باطن الأرض. مقاولون عجزا عن كبح جشعهم، مسؤولو الأمانة أو البلدية، وفي الوقت ذاته كل جهة تقذف بالمسؤولية على الأخرى، فما الحلول؟ جدة لحالها 40% من مشاريعها متعثرة والباقي يتكتك. بلسان من على رأس الهرم يكشف الواقع. والمقاولين بكل أصنافهم هم الذين يدمرون بيئة جدة. وبلغة الشفافية تحدث عن واقع سنوات المشاريع المختلفة المتعثرة. وطالما وزيرنا يبكي ويشكي 90% من المشاريع متعثرة. اليوم يكشف من تعمق في القطاع منذ سنوات عن حقائق وأسباب السنوات الطويلة من الانتظار، وهو ما أكده أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، بأن المنطقة تحتضن في قلبها أكثر من 660 مشروعا متعثرا بتكلفة 40 مليار ريال، والسبب المقاول الباطن. ومن جانب آخر، أوضحت الهيئة السعودية للمقاولين بأن 70% من تعثر المشاريع ليست بسبب المقاولين، وأن دورهم في التعثر لم يتجاوز 30% بحسب صحيفة سبق. لبرنامج يا هلا، مشعل الفيعي. شكرا للزميل مشعل النفيعي للحديث حول هذا الموضوع. يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو الآن الدكتور سلطان الفارح، وهو عضو مجلس الشورى. دكتور حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله فيك. أستأذن قبل ما نبدأ الحوار نشوف تغريدة لك وننطلق منها بعد إذنك. شباب خلونا نشوف التغريدة. هذه التغريدة أمامكم للدكتور، غرد فيها قبل أيام ردا على مقطع الأمين جدة حينما يعني تحدث عن تعثر المشروعات، يقول: وهل المواطن أقوى من المسؤول؟ من الذي يقوم بالترسية أولا ثم العقوبة إن خالف المقاول؟ أين نظام العقوبات لديكم؟ ألا يعتبر فسادا بيقود إلى السجن؟ وأين الضمانات البنكية؟ كيف يتجول من مشروع لآخر يقصد المقاول؟ وأين إيقاف خدماته وأعماله عند المخالفة؟ نقول بالجنوب والعون يا سعادة الأمين. الله يسلمك. يعني هذه يعني خلاص أسميها تغريدة نارية. حياك الله أخوي مفرح، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة وشكرا على الإيضاح، لأنه حقيقة يمكن أكثر الناس يتساءل في المنشن عن كلمة والعون قبل ما يتساءلون عن كلمة أو الحوار. طبعا أنا حقيقة ما وضعت هذا الشيء، رغم أننا كأعضاء مجلس الشورى لدينا تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية في المجلس، لكن أنه الآن ظهر معالي سعادة الأمين وصرح بها لوسائل الإعلام، وصرح للمواطنين، وصرح للمقاولين، وصرح للعالم أنه أنا سأنشر أسماء المقاولين في الأمانة، وتعالوا يا مواطنين الحقوا هؤلاء المقاولين. حقيقة بث إحباط كبير جدا، بث يأس كنا نأمل معه أنه إن شاء الله سيكون هناك معالجات، سيكون هناك حلول، سيكون هناك حفظ للمال العام. وكلنا نعلم جيدا أن من يتساهل في المال العام يعتبر نوع من أنواع الفساد الذي يقود إلى السجن، يفترض ذلك. ولكني تفاجأت حقيقة أنا شخصيا، وهو ما استفزني وأعتقد أنه لسان حال كل مواطن، هل من المعقول أن يأتيني مقاول يتعثر في مشروع ويتخبط ويسلم المشروع لعشرات المقاولين بالباطن، ثم يقدم لي خدمة في النهاية لا تساوي قيمة هذا المشروع، الخدمة لي أنا كمواطن، ثم أنا أطارد هذا المقاول؟ كيف أطارد المقاول؟ أبغى أفهم يعني يريد من المواطنين إيش؟
يسووا مع المقاولين مثلا؟ يعني مثلا يروحون لا قدر الله يحترزونهم ولا يعملون مطاردات ولا يتجرون. هذه دعوة كانت من الأمين وكلام خطير جدا. وبالتالي قادني إلى هذه التساؤلات، يعني إذا كانت الأمانة ثم الوزارة بعدها لم تحمي ولم تحفظ المال العام ولم تحفظ حق المواطن، فمن يحفظ يعني في نهاية المطاف؟ لذلك أنا ذكرت في بعض التساؤلات سؤال كامل الآن لدينا في وزارة الداخلية. الآن إحدى العقوبات ماذا؟ هي إيقاف الخدمات. صحيح. وتضرر منها كثير من المواطنين، وقد يستاهل الأغلبية منهم وقد لا يستاهل. لكني أتساءل أنا، المقاول التاجر ألا يستحق أن توقف خدماته؟ يعني لماذا لا ترفع مثلا الأمانات ولا يعني للوزارات؟ وبالمناسبة يعني اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية مشكورة رمت الكرة في ملعب الأمناء وقالت الأمناء لديكم الصلاحيات الكاملة للرقابة والمتابعة والترسية وخلافة، ولكم الحق في سحب المشروعات. إذن كيف تطلع يا سعادة الأمين تقول يا مواطن الحق المقاول؟ هل أنا لازلت أقول وأكرر، يعني المقاول لدينا في المملكة العربية السعودية هو شخصا ذو مال، وأصحاب الأموال في غالبهم ذو نفوذ، وبالتالي المواطن البسيط الذي يبحث عن لقمة العيش في اليوم لم يعد لديه يعني لا يريد أن يتحمل همًا آخر في 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 ملاحقة المتخلفين من المقاولين. لكن لديك حلول يا سعادة الأمين، وأنا بقولها بكل صراحة، يعني أحبط أهل جدة اللي كنا نتوقع إنه تنتشل يعني ما صابهم من في الماضي من تخبطات بعض المسؤولين، زادت الهموم تتوالى في أمانة جدة ثم في الأمانات الأخرى. كلام معالي الأمين خطير جدا. لماذا؟ لأنه يسرب للمقاولين القوة مرة أخرى. إن كنت أنا أشكر إنه إحنا ما إحنا قادرين عليكم، ما إحنا قادرين عليكم، وانت يا مواطن يا بسيط يا الذي ليس لك أي علاقة وليس لك أي سلطة الحق المقاول. هنا أقول لمعالي لسعادة الأمين، أخي الكريم أنت شجاع فيما ذكرت، لكن الشجاعة كانت ناقصة. عندما أنا كنت أتمنى أنك طلعت وقلت لدينا 40، نعم هو الآن في تصريحه يقول لدينا تقريبا 40% من المشروعات متعثرة. جميل أنه عمل مكاشفة وهذا شيء يحسب له، لكن يفترض كمسؤول وكقائد في مكانك عندما تذكر هذه العيوب أن تذكر الحلول وأن تذكر من المسؤول عن المحاسبة، لكن لا تدخل المواطن بينك وبين المقاول. جميل جدا. أستأذنك دكتور أن يأخذ اتصال من الأستاذ أسامة العفالق، وأتمنى أني نطقت الاسم صحيح، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين. أستاذ أسامة حياك الله معنا في أهلا. يا مرحبا، الله يمسيكم بالخير وشكرا على الاتصال. أهلا بك. أمين جدة يقول أنه الأمانة ما هي قادرة على المقاولين، و الوزارة ترد وتقول إن تعثر المشروعات يحق من خلال الأمانة وصلاحياتها أن تعاقب المقاول، وأنتم خرجتم بتصريح قوي جدا تقولون فيه إن 70% من أسباب تعثر المشروعات لا علاقة للمقاول بها. من المسؤول عن 70%؟ أولا مساكم الله بخير جميعا، وأشكرك مرة ثانية على الاستضافة وأحيي الأخوان اللي موجودين معك. أخي الكريم، إحنا نتكلم عن منظومة عمل متكاملة. إيه؟ المقاول أحد منها. المنظومة العمل يعني تبدأ من تصميم مشروع وإدارة التصميم والخروج بمنتج، ومن ثم اختيار مقاول، ومن ثم التنفيذ والرقابة على آلية التنفيذ. وبالتالي المقاول أحد العناصر الأساسية، لكنه هو في قلب النظام القطاع ككل، وهو متأثر سلبا وإيجابا بالتنظيم. وبالتالي إحنا لما يكون هناك خلل في التصميم أو خلل في آلية إدارة مشروع أو خلل في آلية التعاقد أو في خلل في اختيار مقاول أو في آلية السداد للمقاول، بالتالي المقاول حيتأثر سلبا وإيجابا. إحنا أمام حالات مماثلة في مدن مثل الجبيل الصناعية التي كلنا نفتخر فيها، وهي تعمل بنفس نظام المشتريات اللي تعمل فيه الأمانات كلها جميعا، وتعمل بنفس التعاقدات. الفرق الوحيد أن عندها نظام في آلية المتابعة والرقابة. مشاريعها الآن على الأغلب يعني أكيد أنها تأثرت نوعا ما بسبب التأخير والمشاكل اللي حصلت في تأخير مستخلصات على المقاولين والأسباب الكثيرة اللي ما تخفى على أحد، لكن في الأخير لم نتصل إلى مرحلة من هذا من التردي أو من الوصول برمي
التهم جزافا يمينا وشمالا. طيب احنا لا نقول ان كل المقاولين منزهين، لا، في منهم كذا ومنهم كذا، لكن هم وليدة للنظام. طيب استاذ اسامه اذا تسمح لي ارجع يعني شكرا لكلامك وتوضيحك، يعني ابغى اجابه مباشره للسؤال بعد اذنك، من المسؤول عن 70%؟ اذا كنت تقول انه مسؤوليه المقاول في التعثر 30% فقط، من المسؤول عن 70%؟ 70% تتوزع بين اجهزه كثيره، واحد. منها واحد الاختيار الخاطئ للتصميم، بحيث انه يبدا قبل ما يبدا المشروع نلاقي فيه مشاكل في مواصفاته. الاختيار الخاطئ من قبل من؟ الو، اي الاختيار الخاطئ من قبل من؟ من قبل الجهه المشرفه، لانه للاسف الفتره الى الان الجهات المالكه تختار المكاتب الهندسيه وتختار التصميم، وبالتالي المكتب الهندسي مخرجاته لا تكون بالمستوى المطلوب، وبالتالي تبدا المشاكل قبل ما يبدا العمل. طيب. سواء كان في نوعيه الارض او غيره. اثنين. هذا جانب. الجانب الاخر اليه نظام المشتريات واختيار وطريقه اليه طرح المشاريع، وبالتالي اختيار اقل الاسعار بغض النظر عن جوده السعر وجوده المقاول المقدم. يكفي التصنيف سابقا وبالتالي الاختيار عليه، بغض النظر في كثير من المشاريع كانوا يعلمون علم اليقين ان السعر هذا اقل من اللازم، ومع ذلك تم تسويه المشروع عليه. مين اللي يعلمون؟ الجهات الرسميه. الجهات الرسميه اليه الاختيار وتحليل المشاريع كانت ترسي نظام مشتري، ترسي على اقل الاسعار بغض النظر ان السعر هذا مناسب وغير مناسب. لحظه اذا تسمح لي، هذا كلام خطير يبغانا بس نفصله. الان انت تقول انه المسؤولين في بعض الجهات الرسميه يعلم ان المبلغ اللي رسى فيه المشروع لا يعطي جوده ومع ذلك يرسيه؟ حبيبي اخي الكريم، كل مشروع عادة ينعمل له ميزانية، موازنة قبل طرحه. حلو. وفيه موازنة تقديرية، وكثير من المشاريع رصيت وطرحت ورصيت بتأكيد أن المقاول قدم على هذا السعر، لكن واضح أن سعره فيه خلل، والدليل تلاقي أحيانا بينه وبين اللي قبله فرق شاسع، بون شاسع، منطقيا لا يستقيم. هذا الكلام مش بس في الإنشاءات، هذا الكلام حتى في التشغيل والصيانة، هذا الخلل موجود. هذا يعني والجميع يعلمه. اعطني نسبة، بنسبة كم بين الجهات منتشر الموضوع هذا؟ تقديرية يعني تقديرية بس. شوف أنا أقول لك، الجهات اللي ما كان عندها إدارة إدارة مشاريع، يعني في بعض الجهات تعمل ما يسمى تحليل فني. التحليل الفني واللي الآن الحمد لله نظام المشتريات الجديد أقره، اللي هو أن يحلل العطاء، يحلل قدرة المقاول على تنفيذ العطاء، وبالتالي تقدير سعره إذا هو مناسب أو غير مناسب، وبالتالي يستبعد أو يقبل. طيب. وبالتالي هو لازم يعدي قبل يتم فتح له. ما أنا لا يوجد لدي نسبة، لكن إحنا تقدر تشوفها الآن من بعض الأسعار. قد يكون على فكرة، يعني إحنا في بعض المقاولين يخطئون. أنا مقاول وسبق أن أخطأت في الأسعار، بس هذا لا يعطيني الحق إني أنا أقصر. لكن الأكيد لما 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 تكون آلية الإشراف فيها خلل وتأخير في سداد المستحقات أو زيادة مضطردة في الأسعار بدون ما يكون متفق عليه، مثل من الزيادات اللي صارت الأخيرة ولم يتم التعويض المقاول، خصوصا المقاول في تشغيل الصيانة، أكيد أن هناك خلل. فاللي أنا أبغى أقول لك هي المنظومة كاملة تعاني، والمقاول جزء من هذه المنظومة وهو نتاج لها. الآن إذا تحسنت المنظومة، تحسن النظام، وتحسنت آلية متابعة المشروع من تصميمه إلى اختيار المقاول إلى آلية المراقبة ومتابعة المشروع، على الأغلب ستنحصر هذه المشكلة. طيب. لكن اليوم عندنا نظام رقاب، نظام الإشراف على المشروع في تغيير طريقة تعاقده، يعني إلا يعني من مصلحة المشرف أن يتأخر مشروع، لأن كل ما تأخر مشروع هو يزيد لأنه يحاسب بالشهر، فبالتالي لحظة وضح لنا هالنقطة بالله. لحظة الحين عيد إنه كيف تأخير المشروع يصير من مصلحة؟ يعني أنا الآن في الوضع الحالي رصي علي مشروع. حلو. بمدة 24 شهر. طيب. وتمدد المشروع لأي سبب من الأسباب، أو حتى تأخرت المشروع، الاستشاري لا يسأل، الاستشاري يمدد له عقده بالمثل،
وبدون أن يتحمل ما يتحمل أي نوع من الغرامة الاستشاري. مع أنه المفروض إيش يصير؟ مع أنه المفروض يعاقب الاستشاري والشركة والمقاول. الاستشاري في جهات معنية مثل الهيئة الملكية واللي نجحت نجاح نفتخر فيه كلنا. أيه؟ مربوط حساب النتاج يعني الأداء، لأن كجهاز إشراف متابعة محسوب مربوط بنجاح المقاول وفشله. فبالتالي طيب، أنت لا تستفيد من فشل غير الوقت. الآن النظام الحالي في المشتريات أيه؟ يعزز أن يتأخر المشروع تكون لمصلحة المشرف. طيب، وهذا الكلام مو جديد. أغلب يعني على الأسوأ يخصمون مستحقات الاستشاري من المقاول. طيب، لكن في الأخير المستشاري مستفيد. نعم أستاذ أسامة، سؤال أخير وبكون شاكر إذا يعني أوجزت في إجابته واسمح لي وتحملني فيه إن شاء الله ما أكون متجاوز. الآن إذا ضعفت الرقابة مثل ما تقول، ألا يفترض بالمقاول نفسه أنه يكون عنده ضمير حي وأنه يشتغل بكل أمانة حتى لو كانت رقابة الجهة ضعيفة؟ يعني هل رقابة الجهة تبرر للمقاول أيضا أنه يهمل ويتعثر؟ أنا صحيح، أنا أقول لك المقاول ليس منزه، هذا أكيد المقابل. كلنا يجب ان نكون مؤتمنين على ما 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 ما, ما نتحمل مسؤوليته. طيب، امام الله سبحانه قبل اي شيء ثاني. طيب، لكن انا اقول لك احنا كلنا تعودنا. ايه كمل. تعودنا ان تقوم الاجهزه. لاني انا مثلا لما اقدم مواد للاعتماد يفترض الجهه المالكه تقبلها وترفضها. لما انا اقدم عمل للاستلام يفترض الجهات المعنيه تقبلها وترفضها. بالتالي اذا قبلتها معناها ان الخلل من كمان يتحمل جزء منه اللي استلم الاعمال. شوف اخي الكريم، احنا كثر ما نتكلم بس لو وجدت كلمتين بس. انا ابغى باختصار يعني اذا سمحت ان الوضع الان احنا 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 خلينا نتكلم بخطين متوازيين. للمستقبل الدوله تعمل الكثير الان، ونحن نعمل في الهيئه لتنظيم هذا القطاع ورفع مستوى العاملين فيه. والهيئه والدوله الان اعادت ضبط منظومه اداره المشاريع من خلال مركز وطني لاداره المشاريع مشروعات، فستكون هناك تحسن كبير جدا في إدارة المشاريع وضبط هذه المشاكل. طيب، وبالتالي لكن في نفس الوقت احنا الان امام معاناة ما يعلم رب العالمين. المقاولين يعانون من 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 مستحقات لو متأخرة، يعانون من زيادات كبيرة عليهم، تكاليف زيادات المصاريف العمالة اللي عليهم. نعم، بدون لم يعوضوا بالرغم من وعود. وبالتالي الان اغلب المقاولين عندهم مشاكل، وانت تسمع الان الانهيارات اللي قاعده تصير. نعم، وصل صوتك استاذ اسامه، شكرا جزيلا لك. وش رايك دكتور؟ شوف أخي مفرح، من حق أن يدافع عن الأخوة في المقاولين حتى نكون منطقيين. ربما يكون هناك لهم أسبابهم، لكن في النهاية المواطن ليس له دخل بكل هذا. حلوا مشاكلكم. يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. أنا هو يمكن وزع النسب، من لديه 70 وثلاثين وكذا، لكن أنا أقول من يتحمل النسبة 100% هي أمانة المدينة المنطقة. لماذا؟ أنا أحاول اتصال بالأستاذ محمد البقومي يتحدث أمانة. هم الذين يعتمدون المشروع، هم الذين يعملون التخطيط الهندسي، هم الذين يعني يعلمون جيدا المقاولين المتواجدين في المنطقة من هو المنجز. يا أخي الكريم، يفترض أن يكون لديهم سير ذاتية للمقاولين. وأنا أقول الحل النهائي في النهاية عندما نريد خدمة جيدة ومتميزة، لابد إذا كنا لا نستطيع ووصلنا إلى هذه المرحلة من عدم قدرة المقاول السعودي، فلا يمنع وليس عيبا أن يكون لدينا مقاول أجنبي يقدم لنا جودة عالية ويقدم لنا ضمانات بنكية. وأنا أعيد وأكرر، ينبغي أن تشتغل الأمانات والشؤون البلدية والقروية كوزارة بالضمانات البنكية التي ينبغي أن تضمن هذا المقاول في جلة. أنت سألت أخي الكريم سؤال جميل جدا. ختاما دكتور، أنت سألت سؤال جميل جدا، لهم من يتحمل المسؤولين ومن يتحمل المسؤولية. أنا ذكرنا أنه المسؤولية كبيرة جدا في الأمانات بنسبة 100%، ثم تأتي الجهات الرقابية فيما يتعلق بنزاهة مكافحة الفساد، وأيضا ديوان المراقبة العامة، كل هذه الأمور. أخي الكريم، الآن مشروعات الشؤون البلدية والقروية تشتكي جميع المدن وليست جدة لوحدها. وسألت سؤال جميل جدا آخر، قلت فين أين الرقابة الذاتية للمقاول. أنا أعتقد أنه في عالم المال والعمال والبزنس قد تكون الرقابة الذاتية في البعض قليلة جدا، وبالتالي لدينا رقابة ذاتية من المسؤول الأول، ويفترض أن تكون لدينا رقابة لتمثيل. يا أخي الكريم، عندما يجلس الأمين على الكرسي ينبغي أن يعتبر نفسه أنه مواطن وسيعود مواطن.
دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. الله يسلمك، شكرا جزيلا. ختاما أنا أنحاز لكلام الدكتور سلطان أنه المواطن لا دخل له. أتمنى من وزارة الشؤون البلدية مع تجلس مع الأمانات والمقاولين على طاولة واحدة ويحلون مشاكلهم ويطلعون برؤية واضحة. هذا التصادم وإلقاء التهم كل جهة على أخرى لا يفيد لا الوزارة ولا المقاولين ولا الأمانات، وبالتالي لا يفيد المواطنين. بعد الفاصل مكملين معكم.